رح نحتاج لدجاج الجزيرة، زبدة، ورق زعتر، ثوم، بطاطا، بصل، مرق دجاج، طحين، بهارات مشكلة. شوفي لين، مبدئيا صينية الدجاج بالبطاطا هي أكلة متعارف عليها، محبوبة كثير، الناس بحبوها. بتخيل انه كل حدا بيعملها بحسب طريقته، يعني بنقدر نضيف عليها مكونات او نشيل منها مكونات. وانا رح ابلش ابعد وانا هيك منيحة، انا هيك منيحة. وكل حدا طبعا حسب هو كيف بحب يكون التيستينج تبعها. حبيت انك انت ضايف الزعتر، والزعتر البري بسموه الزعتر البري، زعتر بري او زعتر ورق يعني بنقدر. بحب هذا عم بدخن. بس في شغله، صينيه الدجاج بالبطاطا ايام ستي وستك كانت هي عباره عن بطاطا ودجاج وشويه بصل ويخلف عليهم. صح، بس احنا هلا بجيل مختلف، فبدنا نعمل اكلات من الاشياء اللي عندنا هالايام. صار عندنا كثير اشياء بنقدر نعمل منها اكل، بنقدر نضيفها على الوصفات تبعتنا بطريقه انها تكون زاكيه ومن مقادير البيت. السؤال يطرح نفسه بما انه ماخذين الكاميرا على البطاطا، انت تارك القشره هاي؟ حبيت، يس، بدي نكهه القشره. بس انا بتعرفي حبات البطاطا، شوفي يا عمي دائما لما بيكون الموضوع له علاقه بالشيف يا عمي في تكنيك معين، في بيعطي قرشه كثير زاكيه وبيعطي لون حلو. هلا بس نخلص. هلا انا بدي اوقف البطاطا بهالطريقه، اوكي، بس عبين ما اوقفها خليني بدي اخلط الدجاج مع شويه ملح، اوكي، واحط عليه بهارات مشكله. البهارات بس رح تكون هون، ما على ولا اي شيء. هلا بقول لك ليه، لانه رح اعمل الدجاج بالمقلاي اخذ نكهته شوي، بعدين نرجع نكمل. حط كمان شوي. بتقليه قبل؟ بقليه، بس بدي شوي ياخذ الصينيه تاخذ نكهته عشان نعمل الصوص. تمام. وإذا ما حبت الست ست البيت مثلا انها تقلي، شو عادي نحطه بالفرن زي ما هو؟ دايركت بياخذ وقت اكثر بالتسويه. بده بالضبط، بده وقت اكثر. عم بحطه خلود على جهه الجلد، مخلي الجلد عليه، وعم بحط على جهه الجلد. بلشنا بالقلي، بلشنا. انا اليوم حالفه يمين. انا اليوم بسالها للشفلين، دائما هيك اكلاتها رايقه وحالتها حاله، والمطبخ الفرنسي والمطبخ الايطالي يا دوب الريحه بتطلع. اليوم بقول لها شو طبختي لنا؟ لا اليوم داخل لك كله وبصل وبتنجان، يعني من الاخر اليوم. عاملين سلطه بتنجان مقلي، يعني سلطه بتنجان مقلي. حبيت حروقنا ولا لسه؟ ديري بالك. طيب اذا بدك تشوحي الدجاجات. بالضبط، هو بس مجرد تشويحه، مش رح اسويه يعني انا، لانه بده يدخل الفرن مع باقي المكونات. بس خليني اهم شيء قبل ما تروحوا فاصل خبروني. لا لا احنا معاكي، احنا معاكي. اوكي هون خلصنا. تمام، اوكي هون خلصنا. بدي اجيب جلوبز ثانيين عشان عليهم دجاج هدلاك. وبدي ارجع ارتب البطاطا. طيب رتب البطاطا، خلينا نفتح على صفحة عمان تي في ونبلش طبعا نقرأ بالكومنتس اللي عم تجينا من خلال صفحتنا. وسؤال حلقتنا اليوم يا لين عن الكذب الأبيض، كيف بتعرفي الشخص إذا عم بكذب عليك كذبة بيضة أو لا؟ وإذا هالمرة، يعني إذا هالمرة، إذا هل في مرة من المرات كذبتي كذبة بيضة بتعتبريها كذبة؟ يعني إنه في ناس بقول لك الكذبة البيضة والكذبة السوداء، في ناس بالنسبة لها بقول لك الكذب الأبيض مش كذب، الكذب الأبيض بيكون له هدف بريء. شوفي يعني أحكي لك إشي، إذا بده يطلعك من مأزق جد، هو الأغلب هيك بيروح. هلا مش معناته كل شيء بيصير لازم نكذب، انا مش مع الكذب، وانا من الاشخاص اللي اذا بكذب او بلاش اذا بكذب، اذا بكون زعلانه ببين علي، اذا بكون اي فبعرفش اكذب اصلا. بس مرات الواحد بضطر الواحد مرات بضطر، يعني مثلا انت اليوم طالعه على موعد ومتاخره على الموعد ومعلقه بازمه السير، واتصل فيكي مثلا بدك تقولي انه انا مثلا هيني قربت اوصل خمس دقائق بكون واصله، او بنشرت. هاي كذبه سوداء. بنشرتي هاي كذبه، هاي كذبه تعتبر كذبه بيضه. بنشرتي بنشرت عشان يعني بدي وقت اكثر، لاني بكون هلا طبعا انا دائما معلومه عني بس انه انا مواعيدي دقيقة جدا ابعد ما تتخيل. بقول لك يا ستي العزيزة، الكذب البيضة هي التي تعبر عن حقيقة متجزئة يستخدمها البشر.
اوكي. ليش الواحد بيستخدمها؟ خوف من النتيجة، يعني أنا بكون خايفة من عواقب بعض الأمور، فبالتالي بضطر إني أنا أكذب أحياناً كذبة، وهالكذبة بتكون بيضة. بتتقبل إنه حدا يكذب عليك، سواء كانت كذبة بيضة أو سودة، بتتقبل فكرة إنه حدا يكذب عليك، وإذا اكتشفت يلين إنه في حدا كذب عليك هلا على حسب الكذبة وموقفها. يعني في كذبات عادي الواحد بتقبل، مثلاً زي ما قلتي تأخر حدا علي وقال لي هيني بالطريق، هاي مش كذبة، هاي خلص صارت ضمن حياتنا اليومية. بس مثلاً موقف لا والله كذبته رح تأثر على علاقتي مع شخص، لا بلا بتضايق طبعاً. بتضايق ايه؟ طبعاً. طبعاً. طيب أنا صفطت البطاطا بهالطريقة هيك حوالين الجاج، ما رح أحطهم كلهم مع بعض، والجاج عندي تمام. اوكي معاكي. هلا بدي احط الدجاج بالنص. تعال يا حبيبي، شايفه ما احلى اللون اللي على الدجاج؟ هيك اخذ قرشه من الجلد مع البهارات. طيب هلا رح نحطهم. معانا دقيقه كمان يا مروه، يلا بس اعمل الصوص سريعا. اوكي، يعني بس حطيت عليهم الشفلين شوية ملح وبهار مشكل وقلتهم نت صغيرة وفردتهم بالصينية. هلأ على الزيت هات هدول، بدي أضيف شوية زبدة كمان عشان تعملي الصوص. عشان أعمل الصوص بس تدوب الزبدة. نحط البصل. نحط البصل والثوم، ما بيهمني يستووا طبعا لأنه أنا لسه بدي أفوت الفرن، بس أنا بدي إياه يتسبك كله مع بعضه. أوكي. والثوم باي الريحة. الله الريحة بصراحة مو طبيعية، عن جد جوعتينا. وافي بدي أوجه لك تحية يا وافي. بعدين محمد يوسف كمان بيقول الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج الرائع، تحية طيبة من الكرك، والله أهلا وسهلا فيك وبأهلنا بالكرك أهل الهية طبعا. بدي أوجه تحية كمان لريماس أسعد، بتقول لك الكذب ما له مبرر، لا لإصلاح بين طرفين ولا لمجاملة أو إلى غيره من الأهداف، يعني الكذب كذب بالنسبة لريماس. رانيا كمان بتقول الكذب إذا كان في إصلاح ذات البين فما في، يعني لا نؤثم عليه إن شاء الله. شكرا لمشاركتك يا رانيا. أم سيف بتقول أنا بكذب كمجاملة. بكذب كمجاملة، هذا نوع آخر من الكذب. إيه حبيبتي اشتقت لك، وينك صار لك زمان ما بينتي، هاي كذبة بحد ذاتها. حلو ممتاز، هاي مجاملة بحد ذاتها. طيب حطيت الزعتر مع البصل والثوم، هلا رح أحط الطحين عشان يصير عندي كثيف. أوكي. بعدين آخر إشي رح نعمله مرق الدجاج. مرق الدجاج عشان يعطيني صوص بهالطريقة. نحرك نحرك. طب لين سؤال، مرات بحطوا مي دايركت على وزيت على الصينية نفسها؟ بصير عادي. بصير. هلا في طرق مختلفة، أنا بدي إياها تكون شكلها حلو ونكهتها ماسكة ببعض قوية. يعني طيب حطينا الصوص. هلا وبعدين بعدين بدي أحطها بالفرن. بس انا عن جد ما بدي اقول لكم قد الريحة واو، الريحة خرافية. بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200. اوكي. بس قبل بدي وين زيت الزيتون؟ هي بس عشان البطاطا ما تنحرق عندي هاي. بس بدي احط عليها شوية زيت زيتون. منه نكهة ومنه بتستوي عندي وما بتنحرق. تمام تمام تمام. بعدها بندخلها الفرن على درجة حرارة 200.